yang penting nggak perlu grogi ya, yang penting santai aja. Kalau misalkan sudah hafal dari rumah, pastinya sudah mantep banget untuk hafalannya malam hari ini. Baik, untuk Ustadz Syamsul juga sudah siap ya. Baik, langsung aja untuk peserta ketiga kita kali ini ada Leo ya. Ada Leo Cahyo Nugroho dari Uringin Anom. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaqtu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynaini wa lisanan wa shafatayn. Wa hadaynahu an-najdayn. Falaqtahama al-aqba. Wa ma adraka ma al-aqba. Fakku raqba. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا واسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أولئك أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة وأصحاب الذين كفروا والذين كفروا والذين كفروا بآياتنا آياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن إلى ربك إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه بالوعد المقدس طوى إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول الكافر يا ليتني فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه بالوعد المقدس وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا cukup ya. Yang terakhir. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أهلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة.
Sadaqallahul adzim. Baik sobat Bahasa FM, itu tadi peserta ketiga kita, Leo Cahyo Nugroho dari Uringin Anom. Terima kasih untuk